احمد ترابلسي، عمري 18 سنه، نقرا بكنفو في حموده، نسكن في منوبه. نهار 19 ماي الكلوب وستاد تونيزيان كاورو. نحن ككلوب افريكا معناها ماشيين غادي باش يتفرجوا معناها من القنطره. انا مشيت كاي كلوبيست معناها غادي، وانا وثلاثه اصحابي قاعدين ندوروا، وكرهبه نتاع حاكم وقفت قدامنا، فما واحد قال لنا بنروحوا بنروحوا وطرشق الباب، فما عاد انا جيت باش نهرب بدون ما درت، وفما عاون معناها ضربني بالكروس نتاع نتاع السلاح نتاعو، وكي طحت قال لي كي طحت طلعني الباك، وبعد كي شفت انا كيكه هبطني قال لي بنروح. اي لحظه مش واجهك مش واجهك، لحظه الحاكمه وقتهم مكسرين والدم يجري حاله حليله معناها. انا ديجا كي هبطت من جوج جيمه بتاع الضربه، فهمت؟ قال لي اهبط طول هبط مخوف من جوج جيمه بتاع الضربه. جمهور الكلوب خويا، جمهور خلينا في الجمهور. شوف خويا كيفاش. ومن بعد مشاو هما ومشيت انا البوشوشه باش نشكي، يا اخي طردوني من بوشوشه. واحد قال لي ماناش ناقصينك، والاخر قال لي برا امشي للمركز فوض امورك غادي. مشيت للمركز زاد كيف كيف نلقى نفسه ذاك اللي في اللي عرضني في بوشوشه عرضني في 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 المركز. قال لي مش قلت لك بنروح انت؟ كنت راني عباره اي واحد والله كان جيت لابس ماريو الكلوب ولا حاجه نقولوا امانه معني ما عملت شيء، انا وثلاثه اصحابي شاهدين معناها هما كيفاش نمشيو في الشارع وحده كجي بوليس. لقاوي رجعت لهم بعد باربع ايام هكاك، واحد قال لي ارجع لي غدوه، وزوز قالوا لي الكاميرا تضرب كيف في الدروج ما تضربش معناها البردة في كياس، واحد قال لي الكاميرا تسجل كان ثلاث ايام. نهارتها معناها ظلم عين عينك من الاخر، اللي يلقاوها يهزوه طول، حتى ما عمل شيء يهزوه طول باش يفرقوا العباد على بكري، هما خافوا لا يتلموا، فهمت؟ يفرقوا فيهم على بكري، وما وحتى فما برشا عباد مشات في العفس معناها ما عملت شيء ومشات كيك، برشا عباد تضربت زاد برشا. كل نهج بريسك فيه مينيموم باقة زوز، ما فماش نهج من غير حاكم. ومسارك لمشيرات الكل، واللي يشدوه من الاخر يقولوا لك وين تمشي، حتى ماشي تقرا يوقفوك من الاخر.